لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. لا يزال الحديث موصولا في كتاب الجهاد مع الإمام المنذري رحمه الله، وقد بدأنا فصلا جديدا المرة السابقة تحت عنوان الترهيب من أن يموت الإنسان ولم ينوي الغزو، وذكر أنواع من الموت تلحق أربابها يعني أصحابها بالشهداء، والترهيب من الفرار من الطاعون. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود، صححه الألباني لغيره. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا الحديث معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ وقع ما أخبر به لما ابتعدت الأمة عن هذه الشعائر التي ذكرها النبي في الحديث، وانشغلت بالزرع وانشغلت بالأموال والشهوات وتركت الجهاد في سبيل الله، صارت أمة ضعيفة وسلط عليها الذل ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصارت أمة مستضعفة ولا سبيل للعودة إلى المجد إلا بمراجعة الدين، إلا بالعودة للدين والتمسك به والعمل به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث فوائد، أولها العمل بالمعاصي من أسباب الهزائم، العمل بالمعاصي من أسباب الهزائم، كما يظهر هنا في الحديث: إذا تبايعتم بالعينة. والعينة أن يبيع الرجل رجلا سلعة بثمن إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن نقدا، أن يبيع الرجل سلعة بثمن إلى أجل ثم يشتريها منه، يعني يعطيه هذا الهاتف مثلا، يقول لك اشتري مني هذا الهاتف، تقول له بكم؟ يقول بألف، فيعطيك الهاتف وتعطيه الألف، ثم يأخذ الهاتف ثم يذهب، هو لم يسدد الألف لأنه اشتراه على التقسيط آجل، ثم يخرج ويبيع الهاتف بأقل من إيه؟ من الثمن. إذن هو في الحقيقة لا يريد السلعة وإنما يريد المال، مال بمال مع الزيادة، مال بمال مع الزيادة. أن يبيع رجلا سلعة بثمن إلى أجل، وليس المقصود السلعة بل العين، عشان كده اسمه بيع العينة، ليس المقصود السلعة بل العين، الشيء اللي هو بيتباع، ليس المقصود السلعة بين قوسين العين بل المال، ليس المقصود السلعة بل المال. خدوا بالكم أنا قلتها غلط. أن يبيع الرجل سلعة بثمن إلى أجل، وليس المقصود السلعة، وليس المقصود السلعة اللي هي بين قوسين العين، إنما المقصود المال، ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن نقدا، وهذا محرم لأنه احتيال على الربا، هذا محرم لأنه احتيال على الربا. الربا يبيع له سلعة بعشرة أو بمئة أو بألف نقدا حلة يعني، ثم يشتريها صورة أخرى
باثني عشر تقسيطا نسيئة. هو لا يقصد بيع السلعة ولا شراء السلعة، إنما يريد عشرة باثني عشر. يبقى هو باعها له بألف وقال له آجل، يعني هسدد لك الألف دي أقساط. وخرج مباشرة، أو قال له مباشرة: طيب تبيع هذه السلعة الآن مثلا بتسعمية، يبقى كده فرقت كام؟ تمام. يبقى هو لا يريد السلعة وإنما يريد المال، ولكن جعل السلعة كإيه؟ صورة حتى يتحايل على الربا. لا يقصد بيع السلعة ولا شراء السلعة، إنما يريد عشرة باثني عشر. أو يقول له: أشتري هذه الثلاجة بثلاثة آلاف بالتقسيط وهي لا تساويها. ثم يأخذها ويقول له: تشتريها مني بألفين، تشتريها مني بألفين، فيكون له ألف ورجعت السلعة إلى صاحبها، فيكون له ألف ورجعت السلعة إلى صاحبها. وقد ذكر العلماء في أيامنا صورة تلحق ببيع العينة، وهي تسمى التورق بالقاف، إرادة الورق وليس السلعة، أن يشتري سلعة من محل نقدا ثم يذهب لمحل بجواره ويبيعها له بإيه؟ بالتقسيط، بأكثر مما اشتراها، أو العكس. يبقى إذن السلعة صارت صورة لإرادة المال، هو عايز مال بمال، بس عشان المال بمال ربا فحط الإيه؟ السلعة في داخل هذه الصورة. دخلت السلعة بين المالين، والغرض المال للسلعة، دخلت السلعة بين المالين والغرض المال للسلعة، مال بمال مع الزيادة، لكن جعلت العين صورة، هذا الذي يسمى بيع العينة. فلذلك العمل بهذه المعاصي والعياذ بالله، هذا كالتمثيل، العمل بالمعاصي من أسباب الهزائم. ليس المقصود هذه الصورة فحسب، بل هناك صور أخطر منها وأشد. هناك من يأكل الربا الصريح، يعني الناس يعني ربما في أيامنا تأكل الربا الصريح، يقول له: أريد أن تسلفني مثلا، أو أن تعطيني قرضا، فيقول له: الألف بألف ومئتين مباشرة، هكذا بهذه الفجاجة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعضهم يتحايل، يقول: قد أفتى بعض العلماء بأن الفوائد التي تعطيها البنوك أو صندوق البريد ليست من الربا، ويذهب يضع أمواله في هذه الأماكن ويأكل الحرام، في حين أنه يعلم أن العلماء قد أفتوا أن هذا هو الربا الصريح، لكن هو يتمسك بأقوال بعض الذين ربما يعني أفتوا بذلك لإرضاء بعض الجهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أذكر في أيام شيخ الأزهر الدكتور طنطاوي رحمه الله وغفر له، أنه أخرج فتوى بأن فوائد البنوك حلال 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 بهذا النص، فتصدى له مئة عالم من الأزهر وردوا هذا الكلام، وبيّنوا أنها من الربا المحرم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويثيرون شبهات كثيرة في هذا الأمر. وهذا كله يبين تهاون الناس بحدود الله سبحانه وتعالى، وأن هذا التهاون هو الذي يوقع بالأمة الهزائم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يبين به السبب لما وصلت إليه الأمة، وهو العمل بالمعاصي، العمل بالمعاصي. ولا شك أن هذا يتحمله كل مسلم، لأن بعض الناس دوما يحمل غيره المسؤولية من الحكام أو الحكومات أو غير ذلك، وهو قد تلبس ببعض المعاصي، وهو ينفي أن يكون هو السبب فيما حل بالأمة. الأمة عبارة عن مجموعة أفراد وأشخاص، فكل معصية يفعلها العبد إنما تصب في ميزان الأمة، إما أن ترفع الأمة وإما أن تخفضها. فكذلك يعني ما حدث في غزوة أحد، هزم جيش فيه النبي صلى الله عليه وسلم بمعصية أفراد معدودين، فكيف إذا غلبت المعاصي على الأمة، إذا كانت هي الغالبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا أكل الناس الحرام ثم هم بعد ذلك يشتكون من ذنوب غيرهم. إذن نقول العمل بالمعاصي من أسباب الهزائم. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، وهذا يدل على الانشغال بالزراعة،
الانشغال بالزراعة ومثله التجارة أو غير ذلك عما أوجب الله عز وجل على العبد. فبعضهم ربما ترك الصلاة لأجل العمل، وبعضهم ربما لا يصوم لأجل العمل، وبعضهم ربما أكل الحرام وغير ذلك من الصور. فالانشغال بالدنيا ولو كانت مباحة عما أوجب الله سبحانه وتعالى أيضا من أسباب الهزائم. لذلك نقول لك قلب واحد فلا تفرقه ولا تشتته بين الهموم، بل اجعل الهموم هما واحدا هم المعاد، يكفيك الله عز وجل سائر الهموم. من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله ما أهم أو سائر الهموم. إذن أنت خلقت وجعلت في هذه الدنيا لتقوم بمهمة ووظيفة وهي العبودية، وقد كفل لك الرزق وضمن لك مكتوب، فاجتهد في أن تأخذ بالأسباب الحلال، ولا تكن حريصا ولا تكن شحيحا ولا تكن طماعا ولا تتعدى ما حرم الله سبحانه وتعالى، ثم اجتهد في الأصل للقيام بالوظيفة التي أمرك الله بها وهي وظيفة العبودية. لا تجعل الدنيا هي الهم، وإنما الآخرة هي الهم، وطاعة الله عز وجل هي الغاية والهدف. أيضا الانشغال بالدنيا يصرف العبد عن الآخرة، الانشغال بالدنيا يصرف العبد عن الآخرة حتى ولو كانت مباح. بعض الشباب بزعم أنه يريد أن يكون نفسه يعمل في وظيفة ووظيفتين، ويستغرق ساعات النهار في العمل ويترك الصلاة، يستغرق ساعات النهار في العمل ويجمع الصلاة إلى أخرى، هو يظن بذلك أنه في عبادة، وليس الأمر كذلك. أنت ما خلقت للعمل، وإنما خلقت للعبادة. ثم واجب عليك أن تتعلم دينك، فخذ من الدنيا بما يكفيك، لا يلزم أن تقلد غيرك. هو عايز عشان يتجوز حاطط لنفسه، رسم لنفسه صورة معينة، لازم نجيب زي فلان ما جاب، وفلانة لازم تجيب زي فلانة ما جابت، واللي دخلت بيه فلانة أنا مش أقل منها وهي مش أحسن مني، وربما يضيع الدين لأجل ذلك. في حين أن الإنسان لو اقتصر على ما يحتاج إليه لحفظ دينه واجتهد في طاعة ربه سبحانه. فاحرص على أن تتعلم دينك، أن تفرغ شيئا من وقتك لتتعلم القرآن وتتعلم السنة، تتعلم الدين، واكتفي بما تحتاج إليه، ولا تتوسع في كماليات وتحسينيات الدنيا على حساب دينك. لذلك نقول لا يمنع الإسلام أتباعه من التجارات والزراعات وغير ذلك، لكنها ليست الهم والمقصد، ليست الهم والمقصد، إنما جعلت ليستعان بها على طاعة الله. لا يمنع الإسلام أتباعه من التجارات والزراعات وغير ذلك، لكنها ليست الهم والمقصد، إنما يستعان بها على طاعة الله تعالى. قال: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. إذن من أوجب الواجبات في واقعنا، من أوجب الواجبات في واقعنا الرجوع إلى الدين تعلما وتعليما ونشرا. من أوجب الواجبات في عصرنا في واقعنا الرجوع إلى الدين. أيضا من فوائد الحديث إثبات القدر، وأن الله عز وجل حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، كما يقولون في العبارة المشهورة: من أعمالكم إيه؟ سلط عليكم. ليست حديثا لكن معناها صحيح، إثبات القدر، يعني ما ظلمنا الله سبحانه حينما جعلنا كالقصعة للآكلة، يعني الأمم تتداعى علينا كالقصع كالأكل حينما يتداعون إلى قصعة الطعام، كل يأخذ حظا ونصيبا. تجد بلاد الإسلام محتلة، وتجد بلاد الإسلام فيها من الظلم ما فيها، هذا من أعمالنا بسبب ذنوبنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم في قوله: إذا تبايعتم بالعينة، فإذا مهمة جدا، كما ذكرنا العينة صورة من صور التحايل على الإيه؟ على الربا. فإذا كان التحايل على الربا أوصل الأمة إلى الذل، فكيف بأكل الربا الصريح؟ إذا كان التحايل على الربا، يعني هو مش ما عملش معاملة ربا صريح، ده بيتحايل بيبيع العين ويشتريها منه تاني بالفرق، خدت بالك؟ العين مش مقصودة، المقصود المال. ف
فهذا تحايل على الربا ومع ذلك كان سببا للذل والهزائم، فكيف بأكل الربا الصريح؟ ماذا يفعل بالأمة؟ إذا كان التحايل على الربا من أسباب الذل فكيف بأكل الربا الصريح؟ حتى يسمون الربا فوائد، يقول لك الفايدة كام؟ هي مش فايدة، هي ربا، يسمون الربا فوائد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هناك ارتباط وثيق بين الرضا بالدنيا وترك الجهاد، هناك ارتباط وثيق بين الرضا بالدنيا وترك الجهاد، والجهاد يشمل جهاد بالقرآن وجهاد بالسيف والسنان. كما رأينا في الحديث السابق كانت التهلكة في الإيه؟ قول أبي أيوب رضي الله عنه، كانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وترك الجهاد، كانت التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، التهلكة الإقامة، الإقامة على الأموال وإصلاحها وترك الجهاد. الجهاد ليس صورة واحدة، هناك الجهاد في طلب العلم الواجب، هناك الجهاد في العمل بذلك، هناك الجهاد في الدعوة إلى الله وتغيير المنكرات المحرمة والأمر بالمعروف الواجب، هذا واجب على المسلمين، فإذا تركوا ذلك وانشغلوا بالأموال فقد وقعوا في التهلكة. عشان ما حدش يفكر أن الجهاد ليه صورة واحدة بس اللي هو القتال للأعداء، لا، ده في صور دلوقتي من صور الجهاد، فربما وقع الإنسان في التهلكة لأنه يتركها. وإذا كانت طائفة تتصدى لتعلم العلم وتعليمه فهذه بمثابة من وجب عليهم جهاد التطوع، بمعنى إذا اختار الإمام مجموعة وأمرهم بالنفير في سبيل الله بالخروج للجهاد، يعني إمام المسلمين اختار مجموعة وأمرهم بالخروج للقتال في سبيل الله، قتال مستحب، ده قتال، ده بقى في حقهم إيه؟ بقى فرض، وإذا استنفرتم فانفروا، بقى في حقهم فرض، مثله من اختير لطلب العلم، يعني تعينت أو عينت مجموعة لطلب العلم، بعض الشباب الملتزمين تعينوا في المكان الذي هم فيه لطلب العلم، يتعلمونه ويعلمونه الناس، إذن صار في حقهم العلم المستحب، صار إيه؟ واجبا، لأنهم هم الذين يرفع بسببهم الإثم عن الأمة، هم اللي هيقوم بفرض الكفاية ده، هم من يرفع الإثم عن الأمة، إذن تعين عليهم أن يقوموا بهذا الأمر ويكفوا وأن يكفوا غيرهم القيام به. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. أعوذ بالله، رواه مسلم. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. إذن خياران، إما أن إيه؟ إما أن يغزو أو يحدث نفسه بالغزو، إن لم يفعل مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله. فيا ترى أي الأمرين لدينا؟ من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وهذا كما ترجم الإمام النووي الترهيب من أن يموت الإنسان ولم يغز، يعني لم يقم بالغزو في سبيل الله، قال ولم ينوي الغزو، يعني إن لم يتيسر لك الغزو فلا أقل من أن إيه؟ أن تعزم عليه وأن تنويه، فإن لم تفعل فاحذر من النفاق. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به بالغزو، يعني مات على شعبة من النفاق، على شعبة يعني على نوع من أنواعه. وكيف يكون تحديث النفس بالغزو؟ إزاي ينوي؟ وهنا السؤال بتاعي، إزاي يتمنى؟ وأنا بقى سؤالي صعب، يعقده إزاي؟ عايز أعقده، انا معاك اهو، بقول لك عايز اعقد واعمل ايه؟ لا تتحكى طبعا، هي مشكله طلبه العلم ان هم مش فاهمين، هم اللي بيخرجوا ما يقولهمش، لا يتحرك القلب ولا ينبعث لطلب شيء الا اذا عرف فضله، لا ينبعث القلب طلبا لشيء الا اذا عرف فضله. بعض الشباب وقد دار معه حديث حول الجهاد فقال مواضيع دي وكده والجهاد وتدخل في حريات الناس واحنا مالنا، يعني كانه عايز يقول ايه؟ سيبكم بقى من المواضيع دي، الجهاد ايه وبتاع ايه؟
لما وصل لهذه الحالة وهذه الدرجة؟ الجهل، هو لم يعرف قدر الجهاد ولا كيف ولما شرعه الإسلام. فكذلك الأمر بالنسبة لأكثرنا وكثير من الناس، لن يحدث نفسه بالغزو إلا إذا عرف فضله وإلا إذا عرف قدره. وكيف يحب شيئا هو لا يعرفه؟ كيف يحب شيئا هو لا يعرفه؟ إذن مفتاح تغيير الشخصية وإصلاح القلب هو العلم. مفتاح تغيير الشخصية وإصلاح القلب هو العلم. وكلما تعلمت مسألة ازددت إيمانا وازددت قربا من الله سبحانه وتعالى. إذن إذا تدارس الإنسان فضائل الجهاد كان تحصيل النية أمرا سهلا، صح؟ إذا تدارس الإنسان فضائل الجهاد كان تحصيل النية أمرا، كان تحصيل النية أمرا سهلا، يعزم عليه. أما إن لم يتدارس وإن لم يعرف قدر هذه الفريضة هذه العبادة، فربما نفر منها ونفر غيره، ربما رآها تدخلا في شؤون الغير، ربما رآها همجية وسفكا للدماء. بعض الشباب كذا بسبب أنه أسلم عقله لصفحات التواصل التي تثير الشبهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهو لم يكلف نفسه بالقراءة عن شعائر الدين ومحاسن هذه الشريعة المباركة. لذلك نقول تحديث النفس بالغزو وظيفة لا تكون في قلب العبد إلا بتدارس فضائل الجهاد، تدارس فضائل الجهاد. إذن الرجوع إلى كتب السنة كالصحيحين وغيرهما وتدارس فضائل الجهاد والأحاديث التي وردت فيه، فهذا يجعل القلب ينبعث لحب هذه الفريضة والشعيرة ويعزم عليها بإذن الله تعالى. إذن الحديث يجعلنا بين خيارين لا ثالث لهما، لا مفر، إما أن تغزو إن تيسر لك الغزو، وإما أن تحدث نفسك به، يعني أن تعزم على فعله إن تيسر، وإلا النفاق. الثانية، من فعل هذا يعني هذا الأمر المذكور فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد، فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق، والعياذ بالله، يعني مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، إذن فهذا قد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد كما قال الإمام النووي رحمه الله. الثالثة، النفاق شعب كالإيمان، لأنه قال مات على إيه؟ شعبة من النفاق. إذن هذا دليل على أن النفاق شعب ويتجزأ مثل الإيمان. الرابعة، من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها لا يتوجه عليه الذم ما يتوجه على من مات ولم ينوها، كما قال الإمام النووي، من نوى فعل عبادة يعني نوى إن تيسر الغزو أن إيه؟ أن يغزو، فمات قبل فعلها هذا ليس عليه لوم، لا يتوجه عليه الذم ما يتوجه على من مات ولم ينوه، يعني لا يتوجه عليه لوم مثل اللوم الذي يتوجه على إنسان مات ولم إيه؟ ولم ينوي ذلك. الخامسة، هذا الحديث دليل على حرمة موت المرء بغير أحد هذين الأمرين. هذا الحديث دليل على حرمة أن يموت الإنسان بغير أحد هذين الأمرين، إما الغزو أو إيه؟ العزم عليه، العزم على الغزو والجهاد في سبيل الله. قال عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله تعالى بقارعة قبل يوم القيامة. الأمر بقى أشده، يعني هناك عقوبات أخرى. قال: من لم يغزو أو يجهز غازية أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله تعالى بقارعة قبل يوم القيامة، رواه أبو داود وحسنه الألباني. الحديث فتح أمامنا وظائف أخرى، إيه هي؟ أن يخلف الغزاة في أهليهم بخير، وأيضا أن يجهز الغزاة. إذن أمامنا وظائف، الأولى الغزو، الثانية أن يجهز الغزاة، الثالثة أن يخلف الغزاة في أهليهم بخير، ها الرابعة تحديث النفس بالإيه؟ بالغزو. ويمكن أن تضاف وظيفة أخرى
أو هي تندرج في الثانية، تجهيز الغذاء. كنت أقصد الغزو أو الجهاد بالمال، الجهاد بالمال هو يندرج تحت تجهيز الغزاة. إذن عندنا أو لدينا وظائف الغزو إن وجد، أو تجهيز الغزاة وهذا جهاد بالمال، أو أن يخلف الغزاة في أهليهم بخير، أو ينوي الغزو والجهاد في سبيل الله. طيب لماذا قال أو يخلف غازيا في أهله بخير؟ لما هذا القيد؟ لما قال بخير؟ لأن هناك من يخلف الغازي بشر، هناك من يخرج للجهاد ويوصي بمن يراعي أهله مثلا وهو مسافر فيؤذيهم ويخونه فيهم، فهذا قد خلفه في أهله ولكن بإيه؟ بشر. لذا أتى بهذا القيد. قال العلماء احتراز عن الخيانة، هذا القيد قوله بخير احتراز عن الخيانة، لأن من خلف الغازي في أهله بشر فقد توعد بعقوبة شديدة، وهي إيه؟ أن يوقف أمامه يوم القيامة وأن يأخذ من حسناته ما يشاء. تخيل يعني حين يخلف الغازي في أهله بشر يوقفه الله عز وجل له يوم القيامة ويأخذ المجاهد من حسنات هذا الإنسان ما يشاء، هل ترون أن يترك له شيئا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيه استحباب إعانة أسر الغزاة، فيه استحباب إعانة أسر الغزاة ليتفرغوا لما هم بصدده، يعني ليتفرغ المجاهدون لما هم بصدده. وفيه أن إنفاق المال في تجهيز الغزاة من الجهاد في سبيل الله، إنفاق المال في تجهيز الغزاة من الجهاد في سبيل الله. طبعا لا يخفى علينا أن صورة الجهاد قد شوهت في أيامنا، فخرج من يدعي الجهاد وهم من أهل البدع كالدواعش مثلا، الخوارج. أن البعض حينما يسمعنا نتكلم عن الجهاد يوم يربط بين الموضوع، يقول لك بس يتكلموا على الجهاد بقى ويطلعوا في داعش ولا القاعدة ولا لا، هذا كله ليس من الجهاد المشروع، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ربما كانوا شرا على الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله من أعدائه، وشوهوا صورة الجهاد ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن نحن نقصد الجهاد الشرعي، الجهاد الذي توفرت فيه شروطه، والذي يعني ذكره العلماء في كتبهم وبينوا ضوابطه كما في فقه الجهاد في كتب السنة وغيرها. من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير، انظر للعقوبة، أصابه الله تعالى بقارعة قبل يوم القيامة. قارعة أي بداهية مهلكة، بداهية مهلكة والعياذ بالله. وقوله يخلف أي يقوم مقامه في خدمة أهله بأن يصير خليفة له ونائبا عنه في قضاء حوائجهم، يصير خليفة له للمجاهد ونائبا عنه في قضاء حوائجهم، إذا يقوم مقامه في ألمك، يقوم مقامه في خدمة أهله بأن يصير خليفة له ونائبا عنه في قضاء حوائجهم. قال عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش ما بتصلوش على النبي؟ وفي ليلة الجمعة المأمورين بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، هو ميزة درس الحديث إنه كله إيه؟ صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو طلعت من الدروس دي بثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والله هذا ثواب كبير، فلا تغفل هذا المعنى المهم. عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب. حديث حسن. ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب. هي أخبار الدنيا، عشان بس الناس بتقعد تشتكي والأحوال شوفوا الواقع. ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب. وهذا الحديث يدل على أن الجهاد فرض، فرض إيه؟ كفاية. فإذا تركه الجميع عمهم الله بالعذاب، كل بحسب إيه؟ أو كلا بحسب استطاعته، كلا بحسب استطاعته.
طب ما المقصود بالعذاب هنا؟ عمهم الله بالعذاب. ها؟ العذاب شامل لما يلي، اكتب بقى: تسليط الحكام الظالمين، الابتلاء بالفقر والشدة، تسليط الحكام الظالمين، الابتلاء بالفقر والشدة، الأمراض والأوجاع. الأمراض والأوجاع، شوفوا الناس عندها هلع ازاي من كورونا، وقليل من الناس اللي بيدور على الأسباب، مش الأسباب اللي هي أنشأت المرض، لا، الأسباب الحقيقية. مش مانع ان انت تبحث عن الأسباب وتعالجها، لكن في سبب أساسي ربما يكون من هذه الأسباب هذا الحديث، أن الأمة تركت الشرع أو بعض يعني أحكام الشرع. أيضا رقم كام اللي جاية؟ تسلط الأعداء عليهم، تسلط الأعداء عليهم. ومن يتأمل، ومن يتأمل واقعنا يجد كل ذلك واقع، يجد كل ذلك واقعا ولا حول ولا قوة إلا بالله، يجد كل ذلك واقعا ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إلا تنفروا إيه؟ يعذبكم. دي اكتبها جنب الحديث بقى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، قال أي في الدنيا والآخرة، فإن عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب. ليه؟ لما فيه من المضار الشديدة، فإن المتخلف قد عصى الله تعالى وارتكب لنهيه، ولم يساعد على نصر دين الله، ولا ذب عن كتاب الله وشرعه، ولا أعان إخوانه المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق دينهم، وربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان، بل ربما فت في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله. فحقيق بمن هذا حاله أن يتوعده الله بالوعيد الشديد، لذا قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، فإن الله متكفل بنصرة دينه وإعلاء كلمته، فسواء امتثلتم لأمره أو ألقيتموه وراءكم ظهرية، فهذا عند الله سواء، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء أراده ولا يغالبه أحد. نسأل أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يرفع عنهم الذل والهوان. لذا نختم إخواني بهذه الوصية المهمة: ابحث في نفسك، وهل أنت ممن له حظ من الجهاد في سبيل الله، أم أنت من الأسباب التي أدت إلى تسليط الذل على الأمة، أم أنت من الأسباب التي أدت إلى تعميم الأمة بالعقوبة، هذه أو تلك. إما أن يكون الإنسان مجاهدا، وإما أن يكون سببا لحلول العذاب والعقاب بالأمة. كيف تكون مجاهدا؟ أن تجاهد نفسك، اكتب كده عشان تركز، أن تجاهد نفسك في تعلم العلم، بقالك ورد أسبوعي في تعلم العلم، ليس فقط بالحضور في المسجد، هذا لا ينشئ ولا ينتج طالب علم على الحقيقة، بل لابد من همة تكون في قلبك تدفعك للتحصيل، وأن تكون لديك نهمة في طلب العلم، يعني تأتي بشروح العلماء المسجلة وتسمع لها وتكتب الفوائد وتسجلها وتمتحن ويختبر فهمك، وهكذا حتى تحصل كتابا وراء كتاب، وليس أن تحضر الدرس ثم تذهب تضع الكتاب في البيت وتوهم نفسك أنك بذلك صرت طالب علم. لا، لابد من شيخ يرقيك ويتابعك، يختبر فهمك، يشرح لك المسائل ويسألك وتراجعه فيما تتعلمه. أن تتعلم التوحيد أول واجب، أن تتعلم الفقه وأحكامه، أن تتعلم الأعمال القلبية الواجبة، فتتعلم أركان الإيمان، تتعلم أركان الإسلام، تحقق الإحسان، هذا هو الدين. أن تتعلم آية القرآن، وأن تتعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تجاهد نفسك في العمل بهذا العلم، أن تتغير في الواقع. كنت لا تحافظ على صلاتك، تنام عن صلاة الفجر، تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا كله، تجتهد في إقامة الدين في نفسك، تجتهد في إقامة الدين في أهلك، في أولادك، في أقاربك وأرحامك، ولا أحد يمنعك من ذلك. لذلك نقول:
تأتي مرتبة أخرى وهي العمل بما تعلمته، العمل بما تعلمته، تكون صاحب أوراد من قيام الليل وتلاوة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى في الصباح والمساء والذكر المطلق وغير ذلك، أن تكون لك صحبة قوية مع القرآن وهكذا. ثم من الصور أيضا أن يكون لك دور في الناس، أن تنشر الدين في الناس وأن تدعو الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى حتى تغير الواقع الأليم الذي نعيشه. لا شك أنك لا ترضى بما وصلت إليه الأمة وبما آل إليه حالها. لا يكفي هذا الحال القلبي، وإنما نحتاج إلى عمل. كم يعني كم لك من دور تقوم به لنصرة الدين؟ هل تنصر الدين بمالك في النفقات في سبيل الله مثلا؟ هل تنصر الدين بوقتك بجهدك؟ هل تعين طلاب العلم على تحصيل العلم؟ هل تنصر الدين بإعانة الفقراء والمحتاجين والمساكين؟ إيه دورك أنت في نصرة الدين؟ حضرتك عايش ليه؟ أنت بتسهم في زيادة الواقع الأليم اللي احنا عايشينه من سيء لأسوأ، أم تسهم في تغيير الواقع؟ تغير نفسك وتصلح نفسك ثم تصلح إيه؟ غيرك والعصر. إن الإنسان لفي خسر، هذا حكم بالخسران على جنس الإنسان. إلا من استثني، إلا الذين آمنوا، ولا يكون إيمان بغير علم، فهذا هو العلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح الواجب منها والمستحب، وعملوا الصالحات. ثم قال وتواصوا بالحق، تواصي النصيحة، أن تنصح غيرك بعد أن كملت نفسك وبعد أن نصحت نفسك، أن تنصح غيرك وأن تأخذ بأيدي الناس وأن تعلم الناس الدين وأن تنشر الخير في الأمة، وهذا كله يحتاج إلى صبر. لذا قال في خاتمتها وتواصوا بالصبر. ولذا كان الشافعي رحمه الله يقول لو لم يقم الله عز وجل على الأمة وعلى الناس إلا هذه الصورة هذه الحجة لكفته، أو لو لم ينزل على الناس إلا هذه الصورة لكفتهم أو لوسعتهم، لأنها في الحقيقة اشتملت الدين كله. لذا إخواني نحتاج ونحن نتدارس هذه الأحاديث أن ننظر في أنفسنا ونصلح جوانب الخلل والتقصير التي لدينا. ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب، نعوذ بالله من ذلك، ونسأله المعونة على طاعته. يبقى في هذا الفصل ذكر الأنواع التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لمن تلحق أربابها بالشهداء، يعني لم يقتلوا في ساحة المعركة ومع ذلك لهم ثواب الشهداء. صور ذكرها وأصناف بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، نذكرها إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.